على واحد تسلط الحديث على عموم القرآن فخصصه، وتسلط الحديث على نص القرآن نص في القرآن فنسخه. لا فرق بين الأمرين إلا من ناحية الشكلية، ذلك لأن النص المنسوخ عادة لا يحمل في طواياه إلا حكما واحدا، بينما النص المخصص يحمل في طواياه عديدا من الأحكام والأجزاء، فيأتي الحديث وينسخ جزءا منه. هذا الجزء المنسوخ من النص العام في القرآن يساوي النص المنسوخ برمته من القرآن بحديث، لأنه لا يحمل إلا حكما واحدا. فإذا الاعتراف، وهذا لابد منه، بأن الحديث يخصص القرآن يلزمهم أن يقولوا أيضا بأن الحديث ينسخ القرآن، لأن التخصيص هو نسخ. تفضل. كنا نحفظ الأمثلة في نفس السنة لا وصية لوالد كحديث ينسخ. نعم. هذا أنه لا فرق بين التخصيص وبين النسخ من حيث توهم أن القرآن لا يجوز أن ينسخ بالحديث، لأن الحديث أقل ثبوتا. فما الذي جوز التخصيص وهو أيضا أقل ثبوتا؟ فما يقال عن هذا يقال عن ذا. أما الآن ما يحضرني، وأنا في بعض الأبحاث كأني كنت أذكر أنه في مثال مما نسفت السنة القرآن، لعله قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. لما نزلت هذه الآية جاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجثوا أمامه على الركب، قالوا يا رسول الله أمرنا بالصلاة فصلينا، وبالصوم فصمنا، وبالحج فحججنا، وبالزكاة، أما أن يؤاخذنا الله عز وجل بما في قلوبنا فهذا مما لا طاقة لنا به. وقال عليه الصلاة والسلام أتريدون أن تقولوا كما قال قوم موسى لموسى سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. فأخذوا يقولونها حتى ذلت بها ألسنتهم وخضعت لها قلوبهم. فأنزل الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت إلى آخر الآية. فقال عليه السلام في جملة ما قال بما يتعلق بهذه الآية إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها أو أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به، ما لم تتكلم أو تعمل به. فإذا قوله تعالى فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء هذا نسخ، ما لم يتكلم الإنسان لا يؤاخذ بما في نفسه ولا يصريها. إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فجاء الحديث ليقول إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها أو ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به، وهذا من فضل الله عز وجل على عباده المؤمنين أن رفع عنهم المؤاخذة
عن حديث النفس، وطالما تتحدث النفس بأشياء وأشياء فربنا عز وجل يمحوها ولا يؤاخذ صاحبها بها. نعم. النسخ هنا هو الآية أم الحديث؟ كيف؟ النسخ في هذا الحديث. الحديث. الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا، هو لو شاء الله أن يؤاخذ الناس بما سبق في الآية الأولى أخذهم بها. الحديث هو اللي بين ووضح الآية ما فيها هذا التوضيح. لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت. هذا توضيح لها ما كسبت وعليها. هو اكتساب، هذا القلبي اكتساب. الشيء القلبي كسب أيضا. معلوم. ولذلك أهل العلم ومنهم بخاصة ابن تيمية يقول العمل عملان، عمل قلبي وعمل جوارحي. وهو حينما يقول هذا يفسر بعض الأحاديث الصحيحة التي منها كما في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الأعمال فقال إيمان بالله ورسوله، ففسر هذا بأنه العمل القلبي هكذا. نعم.